بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أحيانا قسم من مطارات الماء تجي السيلة مالته هذه على شكل برغي، يعني تشوفوها هاي الدائرية فما تطلع، فتضطر إلى أن تقطعها قطع. طريقة معالجة هيج حالة يعني إذا ما طلعت نهائي، فراح نستخدم الكوسرة. الكوسرة شو نسوي؟ راح نسوي شق هنا هالشكل بهاي الطريقة. هسه راح نشوفكم الطريقة. هذا حتى نقدر نخلي اي برغي شيء بداخل البشاره، راح نكمل وياكم. هنا بعد ما ثبتنا البشاره راح نخلي اي برغي عندنا، اي برغي نخلي هنايا ونحاول ان ننزله الى اسفل. زين نجي نخلي عليه شويه بخاخ. حتى نمنع الحركه نهائي. هذا الامير ناجح 100%. ذاك اليوم الاخوان يقولون ما يجوز البخاخ الامير ويا المي، لا ما عليه شيء، ناجح 100%. هسه هاي كملناها احنا. نشرخها شويه. كملت العملية وناجحة 100%. راح نجي نخلي الغطاء مالته. هنا نلاحظ لازم اكو واشر شوية زين. هسه هذا واشر تعبان، لازم شو نسوي؟ نجيب له واشر جديد نخليه الهياب حتى شنو ياخذ مجاله الصحيح وما يطلع عندنا بالبشارة. هاي الطريقة راح نكمل الشغلة للنهاية. تحياتي لكم، هاي الطريقة الصحيحة وشكرا لكم.